اعتقد ان احنا كلنا لعبنا سباحه واحنا صغيرين صح، بس تعالوا نفكر كده مين ممكن يكون لعب اربع رياضات مختلفه وفشل فيهم كلهم. ترى مين بالظبط؟ انا لعبت سباحه، سكواش، باسكت، حتى الكره لعبتها لمده شهر بس والدتي ما اشتركتليش تاني، كانها بتقول لي يلا يا حبيبي انت اصلا بتتكعبل في الكوره. للاسف يعني كلام الامهات بيطلع صح دايما في الاخر. كان عندي برضو احلام صغيره، يعني احلام وانا صغير، يعني كانت احلام عشان كنت مرتبط بالسبيس تون والافلام الكرتونز وكده، فكنت دايما بتخيل نفسي ان انا زي، يعني تخيلوا ان انا ايه، كنت شبه زي كابتن ماجد كده، وكنت حاطط يعني مش مشكله يعني كابتن ماجد او محقق كونان، وكنت حاطط صور ليا يعني مركبه وكده مش مشكله. احلامي كبرت شويه واتغيرت شويه بسبب اني حبيت ان انا السينما، وقررت ان انا اعمل شورت فيديوز وكنت بحطهم على اليوتيوب، ما كانوش بيبقوا حلوين قوي الصراحه، بس ما كانتش دي مشكلتي، كان عندي مشكله اهم شويه وهي كلام الناس. محمد انت الميداليه الوحيده اللي انت خدتها كنت طالع خامس، وكانت بطوله وديه، وكانوا بيدوا ميداليات للناس كلها. حامد لو هتيجي تلعب كوره يبقى تيجي تقف جون ماشي؟ حامد بلاش اقول لهم بقى انتوا فرقتكم خسرت فرق كام امبارح ها؟ محمد سيبك بقى من الفيديوهات دي وركز في مذاكرتك شويه. فركزت ودخلت الكترونكس انجينيرنج في الجي سي. هناك دخلت كذا كلاب، واحد فيهم كنت بروح اذاكر الاطفال في الدار، وواحد تاني كنت بروجكت مانجر فيه في ايفنت للسوريين اللاجئين. طب خلينا نبعد شويه عن كل اللي انا قلته ده. احنا كلنا معانا موبايلات صح؟ وكلنا اكيد عندنا لعب على الموبايلات. عشان كده في شبه كبير ما بين اللعب دي وحياتنا. وعشان ما فيش سلايد شوف انا هشرحها لكم. احنا في شبه كبير ما بينهم، اول حاجه ان احنا بيطلع لنا دايما جيم اوفر، تراي اجين، يس اور نو لما بنيجي نلعب وبنخسر. فبنقعد نحاول ونجرب كذا مره لحد ما نكسب، عكسها بنعمل في حياتنا. ما بيطلع لنا جيم اوفر في حياتنا بنسكيب او ما نوصلش اصلا للياس اور نو. في الشبه الثاني ان هما الاثنين عباره عن باترن متقسم ليفلز. اول ليفل هو الفيلير، هو الجيم اوفر. ثاني ليفل هو الفيس، هو تراي اجين. وثالث ليفل هو الفيوتشر، هو ياس اور نو. بس احنا امتى بنمشي على الباترن ده؟ احنا بنمشي على الباترن ده اما بيحصل لنا ورنينج ساينز. ورنينج ساينز زي ان حد بنحبه بيموت، او حاجه بيبقى نفسنا فيها جدا ما بتحصلش، او بيجي لنا مرض بسبب حياتنا بتقف شويه. وساعتها ما بنفتكرش اللي احنا عملناه، لا هنفتكر اللي احنا ما عملناهوش وبنندم وبنلجا لكلمه، لو يا رب لو بقيت كويس هعمل كذا وكذا وكذا. طب احنا ليه اصلا نستنى كلمه لو؟ احنا ليه اصلا نستنى الورنينج ساينز عشان تبقى تيرنينج بوينت لينا في حياتنا؟ احنا ليه ما نبقاش اور تيرنينج بوينت؟ عشان نحقق الفكره ان احنا ما ينفعش نستنى الورنينج ساينز ونبقى نقطه التغير بتاعتنا في حياتنا، في ستيبس لازم تتاخد. واللي ساعدني في الستيبس دول هم كانوا شخصيتين. اول شخصيه هي بنت اهلها كانوا عاوزينها تبقى زي اي بنت، تتجوز وتقعد في البيت، بس هي فشلت او ما عرفتش تحقق ده، فقررت انها تثبت نفسها عن طريق انها تخش الجيش. وهناك فشلت لتاني مره، لتاني مره لما لقيت نفسها ضعيفه وسط الجنود. فكان في حاجه غريبه جدا اللي كان دايما بيسمعها وبيشجعها، كان التنين بتاعها، حاجه غريبه يعني شويه. وكان ليه سبب في انها ترجع تاني وتبقى سبب في انتصار جيشها في الحرب، بس هي فشلت لتالت مره اما لقيت نفسها وحيده في الصحراء. لما جيشها عرفوا انها بنت وقللوا من قيمتها وسابوها، بس وجالها حاله من الياس والاحباط. بس هي عملت حاجه حلوه جدا، هي افتكرت هي بتعمل كده ليه، وجددت نيتها ورجعت، وكانت سبب في انتصار جيشها في الحرب لتاني مره. والمره دي النهايه كانت مختلفه، لانها خلت الناس كلها تنحني احتراما ليها. مولان اكيد كلكم شفتوا مولان صح؟ القصه الثانيه هي قصه ولد كان دايما بيكسف من نفسه، كان دايما بيحس ان هو اقل واحد في اخواته، انه بيحسه ما عملش حاجه. فلما كان حد يكلمه مثلا يقول له احكي لي يا ابني انت عملت ايه في حياتك، احكي لي. انا اختي الكبيره بتشتغل في جوجل واختي الثانيه بطله سباحه. لا انا بقول لك احكي لي انت عن نفسك، احكي لي ايه بتقول ايه بتسمعك، معلش امي ماما بتنادي، ايوه ماما جايه. ما كانتش دي برضو اكبر مشاكله،
ما كانش بيبقى عارف المفروض يعمل ايه لما يحصل له warning signs غير انه يزعل زي ما بابا توفى وهو عنده 11 سنه او اما جدته توفت اما كبر شويه. المهم جه يوم حياته كلها اتغيرت بسبب اليوم ده. راح عند واحد صاحبه عادي يذاكر، خلص هناك علبه السجاير اللي كان بيشربها بقالهم كذا سنه من وراء اهله، روح نام صحي فجاه لقى دماغه مصدعه جدا عاوز يفجر دماغه. ما كانش هو ده بس اللي بيحصل، لقى نفسه بيرجع طول اليوم، ومش ترجيع عادي، لا ترجيع بدم. فكشف طلع عنده قرحه في المعده، وسابها قعد اسبوعين في البيت بيتعالج لحد ما حاجه غريبه تانية حصلت له. صحي لقى كل حاجه اتنين، الاكل اتنين، التلفزيون اتنين، حتى مامته كانت اتنين. فكشف، يعني ده اللي كنت بقول لكم عليه، ودي يوم ولان بس هي مش باينه. فكشف وطلع وعمل اشاعات وقالوا له ان هو لازم يروح المستشفى. فراح المستشفى فقالوا له بص انت لازم تطلع معانا الرعايه. ليه؟ عشان انت عندك جلطه في المخ. ايه؟ لا لا استنى، انت عندك جلطه جيب وريدي في المخ اللي هو لما تخف منها ان شاء الله ممكن تجيلك تاني. بس ما كانش ده هو ده همه الوحيد، كان همه الوحيد ان نظره كل حاجه ترجع واحد بالنسبه له وان الصداع يروح. فطلع الرعايه اول حاجه الدكتور قالها له بص يا ابني انا قدامي انسان كويس بس في الاشعاعات انا شايف قدامي انسان متدمر. ماشي طب انا هخرج امتى يا دكتور؟ بص يا ابني انت هتخرج كمان 4 5 ايام. فالولد صدقه وفعلا قعد اسبوع ونزل اوضه. اول يومين في الاسبوع ده حصل له كان بيعمل حاجه ما كانش بيحبها، حاجه بتخش في الظهر ابره بتسحب سائل من المخ عشان النظر يرجع كويس والصداع يروح، وعملها 3 مرات اسمها بزل. فنزل بعد الاسبوع الاوضه، اول يومين بدا يحس بقيمه اهله، قيمه صحابه اللي كل يوم عنده، حتى قيمه التلفزيون اللي كانش بيتفرج عليه، كان في رمضان وكان كان نفسه يتفرج على التلفزيون بقاله شهر. لحد ما جه ثالث يوم وكل حاجه اتغيرت، لما الصداع زاد، لما كل حاجه رجعت اتنين تاني. من كتر ما هو بيرجع ما كانش بيعرف ياخد ادويته، واللي زاد عليهم ان ايده الشمال جالها شبه شلل ما بتتحركش خالص، وما كانش بيقول غير حاجه واحده بس، انا عاوز بزل عاوز بزل عاوز بزل اللي هو كان بيكرهه اصلا في الاول. فنزل تاني الرعايه، حاجه برده تانيه غريبه يعني حصلت له لما نزل الرعايه، فجاه لقى ايده الشمال دي اترفعت اللي هي المفروض ما بتتحركش، اترفعت لوحدها، راح نزلها، راح تترفعت تاني راح نزلها، فجأة جسمه كله بدأ يتحرك في السرير، هو مش عارف يعمل ايه، كان بيحاول ينادي على أي حد صوته ما كانش طالع، لحد ما دخل عليه الممرض، نادى الدكتور بسرعة ده بيفلفص، وهو كان في دماغه حاجة واحدة بس، ما كانش عارف يقولها ببقه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لحد ما عينه قفلت، وصحي تاني يوم الصبح. كان كل ده بالنسبه له كانت حاجه بسيطه جدا بالنسبه للي حصل له، بسبب انه صحي لقى متركب له قسطره، الكانلا اللي كان المفروض تتركب في الايد طلعت متركبه في رقبته عشان هو ركبها، صداع بيزيد، كل حاجه اتنين، ترجيع على طول، وكان حاسس ان كل يوم بيعدي عليه هو بيتعب اكتر، لحد ما عمل عمليه. العمليه دي ركبوا له حاجه من بطنه لظهره عشان النظر يرجع كويس والصداع يروح. وبعدها هو فعلا اتحسن بعدها بكام يوم. وقرر ان هو لازم يشوف كل حاجه بطريقه مختلفه بطريقه ايجابيه، واللي اكد له كده ان هو لما جه العيد صلاه العيد الصبح لقى نفسه قاعد لوحده في الرعايه، كل الناس بتخش وبتخرج من المستشفى وهو قاعد لوحده. فقرر ان هو كل حاجه لازم يشوفها بطريقه مختلفه، وقرر ان هو يفكر بطريقه ايجابيه في الحاجات اللي بتحصل قدامه، حاجه تضحكه حاجه تبسطه، زي مثلا لما كان بيبقى قاعد في الرعايه فكان دايما هو بيحب يقفل، كان بيكره النور وكان بيحب يقفل الستاره حواليه، فلما كان مثلا الممرضين والدكاتره يجوا الصبح كده من ورا الستاره يقولوا طب هو نايم طب هو صاحي
طب هو ايه؟ فهو بيفتكروا ان هو نايم بس هو صاحي وسامعهم، فكان دايما بيتخيل نفسه ان هو عامل زي الليمبي. نفس سياسه تبع سياسه عاطف صحيح صحيح. لا يا عم لا يكون نايم. تفتكر انت خايف ولا ايه؟ فعلا انا خايف يا عم، ده انا اخر مره جيت اصحيه كان هيعورني. خلصونا بقى من القصه دي، انا صحيت. فهو كان دايما بيتخيل نفسه ان هو عامل زي الليمبي في السرير لما كانوا دايما بيتكلموا من وراه، لحد ما يعني كان عنده برضو مشكله كبيره في حياته ان هو كان زملكاوي. بس المشكله دي كانت سبب ان هو يطلع من الرعايه للاوضه لما زن عليهم ان هو يطلع يتفرج على ماتش للزمالك، وفعلا طلعوه وطلع قعد اسبوع ونص تاني في الاوضه، حالته بتتحسن، حالته بتتحسن لحد ما اتحسنت ومسك فيها وقرر ان هو يخرج. وخرج الحمد لله. وساعتها سال نفسه سؤال مهم، اشمعنى انا؟ اشمعنى انا يا رب؟ مع ان الولد كان هو نفسه الاجابه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ففعلا حس إن ربنا عمل كده عشان هو بيحبه، عشان هو عايزه يبقى جنبه، وعشان هو برضه ما كانش بيصلي خالص. فبدأ يصلي وبدأ يبقى جنبه وربنا بيحبه. وعنده إيمان إن أي حاجة بتحصل له، سواء أي حاجة حلوة أو حاجة وحشة، ربنا كاتب له فيها الخير. ودي كانت أول خطوة من خطوات النجاح. أما تاني خطوة هو يستنى لحد إمتى؟ فقرر ان هو لو ما حاربش اللي هو عاوزه هيبقى هو السبب الوحيد في وقوفه ضد احلامه. فدي كانت تاني خطوه. تالت خطوه اعتقد كلنا نفسنا فيها، ان احنا لما يبقى عندنا مشاكل بنمر بيها في حياتنا نلاقي حد يسمعنا ما يقاطعناش، حد ينصحنا ما يبخلش علينا، حد يوجهنا ويحطنا على الطريق، وحد نثق فيه. وكان السبب في الكلام ده اهله اللي كانوا معاه كتف في كتف، صحابه اللي كانوا على طول في ظهره، حتى دكتور العلاج الطبيعي كان ليه دور كبير في حياته ان هو يوجهه ويحطه على الطريق. ودي كانت تالت خطوه من خطوات النجاح. اما تالت خطوه لما عرف ان نجاحه في فشله، لما قرر ان هو كان الكلب كان فيه فقرر ان هو يقدم هيد، وقدم واترفض. فقالوا له طب يعني قالوا له انت اترفضت؟ فقال لهم ليه؟ فقالوا له بص انت كويس والبلان بتاعتك حلوه جدا، بس البلان بتاعتك حلوه جدا بس عندك مشكله ان البرزنتيشن بتاعتك للبلان ما كانتش كويسه. فزعل وضايق، بس هو برضه عمل حاجه مهمه ان هو جدد نيته وافتكر هو بيعمل كده ليه، وقدم في كلاب تاني جديد فتح جديد في الجامعه، وقدم فيه هيد واتقبل. والغريب ان الكلب اللي اترفض فيه الجامعه قفلته، والكلب اللي اتقبل فيه الجامعه فتحته مكان الكلب اللي اتقفل. غير كده برضو كان بيحب ان هو يعبر عن نفسه عن طريق الكتابه، فكان بيكتب لحد ما قرر ان هو يقدم في جريده الجامعه. اترفض فطلب فيدباك، قالوا له احنا مش شايفين كتابتك قد كده. فقدم في مجله اونلاين، اترفض، بعت تاني فيدباك، بعتوا له تيبس اشتغل بيها على نفسه، بعت ارتكل اتقبل، نزلوا الارتكل اول واحد ينزل له وقرا اكتر من 1000 واحد، وده كان بالنسبه له انجاز فعلا من وقتها. وممكن ما يكونش بالنسبه لكم انه عمل حاجات كتير، بس بالنسبه ان في ناس عملت حاجات اكتر منه. بس هو عنده حاجه مختلفه عنكم، ان هو قرر ما يحطش نقطه في اخر السطر، عشان كده هو واقف قدامكم دلوقتي.